خويا حيت المخانز في الروبينا خويا داك الشيء يجيو عندنا الناس، كون ما كانش المخانز اخويا كاع ما يجيو عندنا الناس كدا وهادي، حيت حنا الماء عندنا كل من المخانز كاع ما يجيو الناس ياخذوا الماء من الروبيني، حيت بغاو يبيعوا داك الشيء ديال الشركه. داك الشيء علاش بغا ينفذوا الشركه وكدا، داك الشيء داروا لنا حنا ديال القضيه في الروبينيات كدا وهادي. المخانز كتعرفوا حنا واش ديال الطواليط، ما عرفنا حنا ديال هذاك الماء كاع، تندخلوا الماء تنشريوا الماء للعجينه اللوضو اللي عمرو به اتاي كل شيء للدراري. انا حسيت به البارح، انا حسيت به البارح، هذه يومين دابا حنا سكتور سبعه قريه دوار جبال سكتور سبعه. السلام كنا نطلبوا الماء يصلحوا لينا، هادشي اللي تنطلبوا منه، ما نبقاوش هاد العشاء هكذا. لا عندنا الرابعه ما تيطلعش ليها الماء كاع، اللي ساكن في الرابعه ما يطلعش ليها الماء، بدا دير العشرة الصباح الماء، حنا خصنا نعمروا البواده. ايوا هذه هي الدنيا، اش غنديروا؟ اللهم لك الحمد. في الصباح ما عرفناش شنو وقع، لقينا تفاجئنا بالماء موسخ، وقررنا باش نشريو الماء من الزنقه. كيفاش فيه ريحه خانزه ومذاق ديال القوادس، ما عرفناش شنو فيه. بالنسبه للماء كتعرفوا ان الناس كاملين ديال سيكتور سبعه، وماشي غير سيكتور سبعه، القريه كامله انهم شموا واحد الريحه خايبه في الماء منين كيطلقوه. المشكله ديالنا حنايا منين كنتصلوا مع المسؤولين، مسؤولين فينا هما، علاش ما علنوش في البدايه؟ ما قالوش بان راه كاين واحد الضرر على حساب شركه ريضال، علاش ما صاوبوش قبل ويقولوا بان راه الناس راه ما تشربوش الماء راه موسخ. الناس كيطالبوا انهم قبل ما يدار شي حاجه خصهم يعلنوا على الناس بان راه كاين هذا الماء الموسخ، راه ما علنوش، ما قالوش بان راه كاين هذا الشيء. المشكله ديال عاوتاني ديال الناس انهم كياكدوا بان راه الماء موسخ بصح، راه ما كاينش كذوب. وريضه خصها تحمل المسؤوليه ديالها، الرئيس ديال الجماعه خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، العمده خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا ما كنشوفوش هاد المسؤولين هادو الا نهار الانتخابات، عاد كنشوفوهم فين كيكونوا؟ علاش ما كيخرجوش؟ راه بزاف المشاكل كاينه في القريه، راه ماشي غير المشكل ديال الماء، راه النقل، راه الاناره ديال شارع العلويين، راه الازقه اللي ما مصوباش، راه بزاف ديال الحوايج. علاش حنا نبقاو ساكتين؟ راه انتخبنا على داك الدستور وقلنا نعم باش نخرجوا نيشان مباشره، لا خوف من اي واحد، ما نخافوا حتى من واحد، خوف من ربي. حنا البارح تفاجئنا بزاف من التلوث ديال الماء، حيت قال لك تطلقوا شي قوادس، وحنا كنطالبوا بان الدوله ولا شي حاجه انهم يصلحوا هذا الغلط في اقرب وقت، حيت كاين الناس اللي مرات. اخويا وقعنا في واحد المشكل خايب اخويا، اش بغينا نشربوا ما لقيناش الماء خايب، ما فيه واحد الريحه خانزه اخويا، بغينا نتغداو بغينا نشربوا الماء والو خايب. تنطلبوا منهم يصايبوا لنا الماء. اخويا داك الماء متلوت البارح، راه الناس الله المستعان اصاحبي، والله العظيم الله المستعان، داك الماء راه شنو خرجوا على هذه القريه كامله. الماء متلوت ما كاين فيه لا شريب لا ما، سبحان الله، بحال الاخر. نعم؟ كانت كنازه هنا البارح ما لقاوش، كانت ما لقاوش الماء، بقينا تنجيبوا البواده من الشارع وما لقيناش فينا حتى الماكرو. بجنا الماء. السلام عليكم. فهمت الماء؟ الماء. المخنز صراحة أنا كنعانيو من الخنز، ولكن هذا الأمر إذا كان مقصود راه الله المستعان، إذا كان غير مقصود يباطروا يصلحوا لنا الأمور ديالنا ويعطيونا الماء، أو إذا كان شي حاجة حنا موجودين، أي حاجة حنا موجودين ليها. السلام عليكم ورحمة الله. كيطالبوا السكينة؟ السكينة كطالب تغيير قنوات ديال الماء ديال الصالح للشرب، اللي راه ما عاد صالح للشرب، لأن الواقع أن البارح الماء كأننا كنشربوا ماء المراحيض، وهذا عيب، هذا عيب في دولة التقدم والتحضر، كفانا منها. أمور خيبة. والسلام عليكم.